السلام خوتي، كما كتشوفوا تشكيلة سنينها، وهذه التشكيلة هي الأفضل بالنسبة ليا. وكاين اللي عاد عجبو التشكيلة وكاين اللي ما عجبوش، كل واحد والرأي ديالو. لكن خصوصا هاد اللاعبين اللي المرضو اللي كيقدموا مع الفرق ديالهم في الموسم الحالي، كيقدموا مرضو طيب ورائع. وكاين اللي عاد عجبو، كاين اللي يطالب ديلور في رأس الحربة، كاين اللي يطالب بوفال، كاين اللي يطالب حارث، كاين اللي يطالب حارس الجزائري أوديجا، كاين اللي يطالب العمري لاعب كبير. ولكن هاد التشكيلة الأفضل اللي كيقدموا مرضو طيب ورائع، وكيلعبوا مع الأساسيين مع الكيبو ديالهم. ورياض محرز هاد العام ماشي مزيان، أحسن لاعب في تشيلسي حاليا، في مانشستر سيتي حاليا. حكيم زياش في بعض المباريات قدم مرضو طيب وعالي للغاية، بن ناصر كذلك، ميندي، غانم سيس، وما ننساوش طبعا أشرف حكيمي اللي مرضو ديالو عالي عالي بزاف. وما تنساوش ديرو أبوني ولايك أخوتي.